الأزمة بينجدني الله بيدعمني ويسندني وفي وقت الأزمة بينجدني وإن كان واردته في السكة وإن كان واردته في السكة ألاقيه يناديني ويرشدني ألاقيه يناديني ويرشدني مش حاجة أطمن طبعا طبعا بتطمن احنا معاه دايما دايما نتأمن مش حاجة تطمن طبعا طبعا بتطمن طول ما احنا معاه دايما دايما نتأمن يبقى انا كيف اتوكل على انسان وازاي احزن لو فرقوني الاعوان يبقى انا كيف اتوكل على انسان وازاي احزن لو فرقوني الاعوان اذا كنتم شايفين لوحدي انا مش وحدي ده اللي معايا سيد الاكوان مش حاجه اطمن طبعا طبعا بتطمن طول ما احنا معاه دايما دايما نتأمن مش حاجة اطمن طبعا طبعا بتطمن طول ما احنا معاه دايما دايما نتأمن يبقى انا كيف اتواكل على انسان وازاي احزن لو فرقوني الاعوان يبقى انا كيف اتوكل على انسان انا مش وحدي ده اللي معايا اسعى ترى كمان ما تقولش كتيرة وقليلة لا تعدم من يد وسيلة ما تقولش كتيرة وقليلة لا تعدم من يد وسيلة ما تقولش كتيرة وقليلة لا تعدم من يد وسيلة ما تقولش كتيرة وقليلة لا تعدم من يد وسيلة شايل أركان الكون كله وعارفها بأصغر تفصيلة مش حاجة أطمن طبعا طبعا بتطمن طول ما احنا معاه دايما دايما نتأمن مش حاجة أطمن طبعا طبعا بتطمن ما احنا معاه دايما دايما نتأمن اذا انا كيف اتواكل على انسان وازاي احزن لو فرقوني الاعوان يبقى انا كيف اتواكل على انسان وازاي احزن لو فرقوني الاعوان انتم شايفين لوحدي انا مش وحدي ده اللي معايا بارنيك كمان مش حاجة اطمن طبعا طبعا بتطمن طول ما احنا معاهم دايما دايما نتأمن مش حاجة اطمن طبعا طبعا بتطمن طول ما احنا معاهم دايما دايما نتأمن يبقى انا كيف اتواكل على انسان وازاي احزن لو فرقوني الاعوان يبقى انا كيف اتواكل على انسان وازاي احزن لو فرقوني الاعوان كنتم شايفيني لوحدي انا مش وحدي ده اللي معايا مالي مرقص كمان مقولش الهي ده سايبني ده دايما هو اللي ساندني ما تقولش الهي ده سايبني ده دايما هو اللي ساندني ما تقولش الهي ده سايبني ده دايما هو اللي ساندني ما تقولش الهي ده سايبني ده دايما هو اللي ساندني في الشدة دايما ينقذني وبايده دايما محاوطني مش حاجة اطمن طبعا طبعا بتطمن طول ما احنا معاه دايما دايما نتأمن مش حاجة اطمن طبعا طبعا بتطمن طول
دايما دايما نتأمل يبان كيف تواكل على إنسان وإزاي أحزن لو فرقوني الأعوان يبان كيف تواكل على إنسان وإزاي أحزن لو فرقوني الأعوان كنتم شايفين لوحدي أنا مش وحدي اللي معايا كمان مش حاجة اطمن طبعا طبعا بتطمن طول ما احنا معاه دايما دايما نتأمن مش حاجة اطمن طبعا طبعا بتطمن طول ما احنا معاه دايما دايما نتأمن يبان كيف تواكل على انسان وازاي احزن لو فرقوني الاعوان يبان كيف اتوكل على انسان وازاي احزن لو فرقوني الاعوان كنتم شايفين لوحدي انا مش وحدي ده اللي معايا ده اللي معايا ده اللي معايا مالي بينا كمان مش حاجه اطمن طبعا طبعا بتطمن طول ما احنا معاه دايما دايما نتأمن مش حاجة اطمن طبعا طبعا بتطمن طول ما احنا معاه دايما دايما نتأمن يبان كيف تواكل على انسان وازاي احزن لو فرقوني الاعوان يبان كيف تواكل على انسان وازاي احزن لو فرقوني الاعوان كنتم شايفين لوحدي انا مش وحدي ده اللي معايا